احنا الان موجودين في بيت المقدس، موجودين بمحاذاة السور الشرقي للمدينة، وجنوبا بيكون السور الشرقي ايضا للمسجد الاقصى. هنا مقبرة باب الرحمة الاسلامية. المقبرة تقع بجانب السور الشرقي مثل ما قلنا، خارج السوق طبعا، خارج السور. تمتد من باب الأسباط، باب الأسباط التابع للمدينة نفسها وليس باب الأسباط الداخلي التابع للمسجد، وتنتهي عند نهاية السور جنوبا بالقرب من القصور الأموية في الجهة الجنوبية. تعود إلى الفترة الإسلامية المبكرة، تبلغ مساحتها حوالي 23 دونما. تحوي المقبرة على العديد من قبور الصحابة وأبرزهم الصحابيين الجليلين عبادة بن الصامت وشداد بن أوس رضي الله عنهما. تحتوي أيضا على قبور المجاهدين اشتركوا في فتح القدس أثناء الفتحين العمري والأيوبي. هنا السور اللي على اليمين، على يمين القاطع هو سور المدينة القديم بيت المقدس، وهنا السور اللي على يسار القاطع يتبع لمسجد الأقصى.